السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وباحوال جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي سلمى بيوتي. كنتمنى اللي مازال ما تابوناتش في القناه ديالي تابونا، واللي مابوني مرحبا بها في لاشين ديالي. بما ان رمضان على الابواب، يعني شهر مبارك، كنتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحيحه يا رب. المهم، وجدنا معكم سلو او السوف المغربي بطريقه اللي هي سهله ومبسطه، وبمكونات اللي هما ساهلين وبسط. كنتمنى البنات هنا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لبنات اللوز، عندي هنا كيلو ديال اللوز، انا ما غادي نسلقو، ما غادي نقليه، غادي نديرو بالقشور ديالو في الفران وغادي نطحنو كما هو، يعني ما غاديش نقليه في الزيت. كيجي بنين على هذه الطريقه. صافي، كندخلو الفران بما كيتحمر لينا صافي، وكناخدوه وكنطحنو بالقشور ديالو. وكذلك إيلان حتى هو كناخدو كنحمرو في الفران. وكذلك بالنسبة لزرعة الكتان، حتى هي غادي نحمرها في الفران وغادي نطحنها. وكذلك البنات جلجلان، حتى هو غادي ناخدو غادي نحمرو غادي نطحنو. صافي، من بعد ما كنحمر اللوز ديالنا غادي نطحنو في الطحانة. المهم، عندنا كيلو ونص ديال الدقيق من بعد ما كنحمرو حتى كيولي لينا ذهبي على هذا الشكل. عندنا كيلو ديال الجلجلان من بعد ما كنحمروه وكنطحنوه، ما كنطحنوش بزاف. وعندنا كيلو ديال اللوز من بعد ما كنحمرو بالقشور ديالو حتى هو كنطحنو كيجي على هذا الشكل. وعندي رابعة ديال الايلان كذلك حمرته وطحنته. وعندنا البنات زرعة الكتان، عندنا رابعة ديال زرعة الكتان من بعد ما كنحمروها وكنطحنوها. وعندنا ربعة المعالق كبار ديال النافع، وثلاثة المعالق كبار ديال حبة حلاوة، وجوج معالق كبار ديال القرفة. وعندنا نص كيلو ديال السكر كلاصي من بعد ما غربلته. وكذلك عندي رابعة ديال الزبدة اللي دوبتها مع زلافة ديال زيت الزيتون، كنخلط غير بالزبدة وزيت الزيتون. صافي البنات، هادو هما المكونات اللي عندنا. كناخدو الدقيق وكنزيدو عليه جلجلان. وكنزيدو اللوز. وكذلك إيلان. يعني مكونات البنات اللي هما بساطين و يعني وساهلين، وتقدر ديري صفوف غير في المنزل ديالك. صافي، وكنزيدو زرعة الكتان والنافع وحبة حلاوة، حتى هما كذلك كنحمروهم وكنطحنوهم. صافي، وجوج معالق كبار ديال القرفة.
وكنزيدو سكر كلاصي نص كيلو عندنا ديال السكر كلاصي صافي وكنخلطوا داكشي مع بعضياته المكونات كاملين مع بعضياتهم صافي ودابا كنبدا نزيد الزبده وزيت الزيتون من الاحسن البنات تكون الزبده ديال العبار كتجي لذيذه في السفوف صافي وكنبدا نكب وكنخلط المكونات كاملين اللي بغى البنات يعلكو كتر يزيد الزبده وزيت الزيتون اللي بغاه يكون شويه ناشف يعني يدير غير هاد الكميه ديال الزيت والزبده يعني ما كيجيش معلك بزاف صافي البنات وكنبقاو نخلطوا على هاد الشكل وكن ندلكو مزيان حتى كيتجانسوا لينا المكونات على السفوف ديالنا كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم يعني ما فيه حتى شي صعوبه ما فيه حتى شي وهذا هو البنات هذا هو السفوف ديالنا من بعد ما زيناه على هذا الشكل خديت غير شويه ديال اللوز وسلقته وقليته في الزيت بارد صافي وزوقت به على هذا الشكل هذا هو السفوف ديالنا كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم شهر مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبراحه البال ان شاء الله وكنتمنى اللي مازال ما تابوناتش في القناه ديالي تابونا واللي مابونيا مرحبا بها تزيد تشجعني بلي لايك وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.